السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الموقع دوت فيه تولز كتيرة جدا خاصة بالذكاء الاصطناعي، يعني بقول له اكتب لي مثلا مقال، اكتب لي حاجة خاصة بالايميل، اكتب لي حاجة بالتسويق للمنتجية، اكتب لي حاجة للانستجرام وهكذا. يعني على سبيل المثال مثلا جوب ديسكريبشن، تمام، كل الحاجات دي خاصة بالجوب ديسكريبشن. بقول له مثلا عايز اجرب ديت، تمام، ويقول لك اكتب الحاجة اللي انت عايزها، تمام، وليكن مثلا قبل، تمام، هو بقى يبدأ يعمل لنا الجوب ديسكريبشن مثلا، تمام، اي حاجة. وهكذا في اليوتيوب مثلا تقول له اكتب لي وصف الفيديو، اكتب لي تاجز احطها لقلب الفيديو، اكتب لي ديسكريبشن للفيديو، كل اللي انت عايزه يبدأ ان هو يكتب لك النتيجة. هي الميزة إن الموضوع بيبقى سهل جدا ومنظم. يعني لو أنا دخلت مثلا على الشات جي بي تي وهو معتمد على الشات جي بي تي، لازم أقول له إيه، اكتب لي إيميل عشان كذا كذا كذا، لأ، هنا هاجي على الإيميل بيقول لي دي الإيميلات اللي موجودة، فأنا بقول مثلا اعمل لي إيميل خاص بكذا، اعمل لي إيميل خاص بكذا، وتكتب بس العنوان، هو يبدأ إن هو يعمله لك. مثلا عايز تعمل إيميل خاص بالإنترفيو، تمام. طيب انت بقى بتبدا توصف الايميل بتاعك، تكتب كلمتين ثلاثه، انت عايز الايميل مثلا تعتذر عن كذا، عايز الايميل عن كذا، يبدا ان هو يكتب لك الايميل معتمدا على الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. فالفيزا هتلاقي تولز كتيره موجوده هنا، تبدا تختار منها اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز حاجه خاصه بالفيتنس، عايز حاجه خاصه بالرايتنج، حاجه خاصه بواتساب، حاجات خاصه مثلا كل دي حاجات ممكن تختارها جاهزه، وتبدأ ان انت مثلا تديله العنوان وهو يبدأ ان هو يعمل لك الصياغة دي. ماشي، مثلا اكتب لي ميوزك مثلا، هو يبدأ ان هو يكتب لك. هنا بقى شات جي بي تي بتقول له انا عايز استخدم شات جي بي تي اهوت، وممكن يعمل لك مقارنة. هو انا عامل مقارنة بين اني واحد فيهم الاحسن، شات جي بي تي ولا كلاود اوبن. فانت كل حاجه بس تيجي ابس وتبدا تختار بقى ايه اللي انت عايز فيه. ادوات كتير جدا جدا زي ما انت شايف. ممكن تقول له انا عايز مثلا حاجه خاصه بالجامعه، حاجه خاصه بالاديوكيشنال، اعمل لي ايزي اكسبلين جنريتر، يبدا هو يعمل لك، اكتب بس انت الموضوع وهو يبدا يجهز لك الشرح بتاعك.